تستغربش يا عزيزي الغاوي، هي كنطلة هي كنطلة، بس انا اول مرة رجالة اصور من هنا من الشقة اللي تحت الغاية على طول، لسبب ان احنا الحمد لله رب العالمين جبنا حمام جديد، جبنا مجموعة حمام وغزارة جدعان جديدة، هنعرف قصتها هنتفرج عليها. معلش يا جدعان انا مش نايم بسبب البرد، بصراحة مدمرني مش قادر بجد، اول مرة في حياتي يجيلي دوبر اليوم ده. لو قلنا يا جدعان والله البرد ده يفوقنا، اهم حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. وخلاص يا جدعان ناقص في حدود 400 مشترك كده واقل ونتم ال 50,000، فياريت يا جدعان بقى الفيديو ده كده نوصل بقى، فياريت كل واحد يدوس لنا لايك يا جدعان، لايك كده واشتراك اللي ما اشتركش، نفسي نتم ال 50,000 عشان نبدا بقى طريقنا في ال 100,000 ان شاء الله. وجبنا يا جدعان شويه حمام، هنعرف قصتهم وهنعرف ليه انا سايبهم هنا لسبب كده معين يا جدعان، فتعالوا نشوف الدنيا فيها ايه، يلا بينا. طيب معلش يا جدعان بقى على المنظر ده، ان الشقه دي مخزن وفيها العده بتاعتي، يعني بص عايز اوريكم حاجه كده يا جدعان، ده مخزن كده سير قديم، وهنا دي بقى العده بتاعتنا بتاعه النجاره كلها، وهنا الغيه القديمه، ده الكمبروسر وعده العده بتاعتي كلها، عده الكهرباء انتوا عارفين يا جدعان اللي ما يعرفش انا نجار موبيليا، فبصوا عدتي كلها في القطه اهي. ايه ده؟ بسبوسه القطه اهي نايمه. بس يا جدعان عدتي كلها، عدة النجارة القديمة وصناديق البتاع كله، وفي عدة تحت تاني، ومعايا عدة كهربا دي تاني، يعني خدولك معايا الصينية ومعايا اللوتر، بس مش عارف والله محطوطين فين، هتلاقيهم في شوال من الشوالة دي، ما علينا يعني مش قصتنا. ده الكمبروسر وده الديسك يا جدعان، وفي هنا أربع بطات كمان. في هنا أربع بطات أهمك، ما علينا. بصوا يا رجالة دولك كده شوية الحمام اللي احنا جبناهم، طبعا هما متبهدلين وطالع عين ابوهم، هحكي لكم قصتهم دلوقتي ويلا بينا. طيب يا رجاله هنقلب بس القفص، طبعا كنت حاطط لهم كلفه. بص يا جدعان قبل ما نشوف الحمام، طبعا عايزين ندعي لصاحب الحمام دوت، عايزين ندعي لصاحب الحمام ده، طبعا يا جدعان انا والله يعني اللي خلاني اقول قصته ان ندعي له عشان يمكن ربنا يتقبل الدعوه ديت. هو كان طبعا جايبهم ومربيهم ومعتني بيهم لغايه لا قدر الله عمل حادثه بالموتوسيكل، فعنده رجله باظت خالص يا جدعان، فندعي له كده بالشفا. فطبعا عدى على الحمام، محدش عارف ياكله، محدش عارف يشربه، فالحمام ما هتشوفه حالته عامله ازاي، فانا سايبه هنا نعالجه وبعد كده نطلعه فوق الغيط. تمام، طبعا زي ما احنا شايفين جايبينه ايه بالشغاله دي، نقول بسم الله. هو اللي جه في ايدينا نبدا بالزغلول ده، ان ده يعني اكتر حاجه متدمره، ده زغلول او شاب الشربندق. تمام، بص عينه عامله ازاي، طبعا الحمام كان بيضرب بعض ومفيش اكل والدنيا دي كده كلها، لسه جايب الحمام ده امبارح، فطبعا هسيبه هنا هنعتني بيه، ان الزغلول ده اصلا هحطه في باب لوحده عشان هتشوفوا الحمام التاني يعني ده اسوء حاجه فيهم. تمام، فزي ما قلت لكم هو حصل له ظرف لولا كده ما كانش هيبيع الحمام، فالحمد لله رب العالمين، فندعي له كلنا والله، اسمه اعتقد علي، فربنا يشفيه يا رب. طيب احنا اللي في ايدينا هنطلعه ده يا جدعان، دكر ولا ده النتاية؟ هو ده النتاية يا جدعان، ولا ده دكر؟ اتنين شهر أربعة، ده النتاية يا جدعان، دي النتاية، دي نتاية سودة بنت وطقاطي، تمام؟ دي نتاية سودة بنت وطقاطي، تمام؟ ما شاء الله، وفي الدكر بتاعها، بسم الله ما شاء الله. طبعا دي بصوا عينيها ما فيهاش حاجة، مش تعبانة ولا حاجة، بس عشان ما تبقاش لقطة مرض ولا حاجة، بص اهي. يعني هي شكلها ان فيها كسره خفيفه، فاحنا سايب الحمام ده هنا هنعالجه. تمام، طيب ده الدكر بتاعها يا جدعان، والدكر ده وشه رفيع جدا، بس هو قال ان ده الدكر بتاعها، ده الدكر بتاعها يا جدعان اهو زي ما احنا شايفين ما شاء الله. تمام، عايز اوريك كده اهو يا جدعان، ده الدكر ما شاء الله بيقلش كمان وكويس بردك ما فيهوش حاجه. تمام، فدولك اتنين سود، وحتى بدبله هيك مدبرين كلهم دبله، حد اسمه خالد وكده. تمام يا جدعان، طيب نشوف بقى التانيين، دي نتايه مظهره او على ظهرها يا جدعان ابلق، دي طبعا يا جدعان كان مش عارف يقول لي ابوها او امها الشربندق، وامها او ابوها مش عارف اخضر، يعني المهم ان هي داخله على اخضر والشربندق، جايبه نتايه دي فيها عيده ما شاء الله كويسه. هبص يا جدعان نتايه فيها عيده كويسه، ده ما شاء الله كويسة، مسلتها مفتوحة شوية، فانتها كويسة، عينيها بس طبعا هربانة شوية، عايز اوريها لكم عينيها هربانة شوية، بس ما علينا. تمام اهي، دي انتهى على ظهر، انتهى بردك كويس، طبعا الحمام متبهدل زي ما قلت لكم عشان خاطر يعني راجل ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. تمام اهو، الحمد لله رب العالمين،
الدين تلاقيه على صح طبعا. في حاجه عايزين نتاكد منها؟ ما علينا، هنبقى فوق نتاكد لما يخفوا ان شاء الله. ده المفروض الذكر بتاع النتايه برضك عينه، بصوا يعني عينه ايه، ثانيه كده هنفتحها يعني. يعني برضك يا جدعان خدت الدور من الزغلول شكلهم كده عشان كلهم في نفس البتاع اللي انتوا شايفينها دي. عينه التانية كويسة هي ما فيهاش حاجة. تعالى نشوفه. نوعا ما الدكر ده جتته أحسن من اللي فوق. نوعا ما الدكر ده برضك تقليبه كويس أحسن من الدكر اللي جبناه من كام يوم. تمام، بسم الله ما شاء الله. سنه أصغر طبعا من التاني شوية، بسم الله ما شاء الله. ذكر الشربندق كويس يعني. الحمام ده هو دمعة عين قطرة ديكساترول على تتراسكلين، أو ديكساترول القطرة وتتراسكلين دوت كمضاد حيوي أو تتراسيد. فما شاء الله يا جدعان أهو ذكر الشربندق حلو. هو بس عيبه إن مفهوش مسلة خالص، مسلته مقفولة، خدوده مش عارف بصراحة. إن أنا يعني في البول ماليش تقليب أوي، فبإذن الله هدرس اليومين الجايين دول كويس جدا جدا عشان ما نيجي نتكلم عليهم ما نضلش حد ونبقى متكلمين بفهم. أنا بتكلم فيهم على اللي أنا إيه فاهمه. ما شاء الله جتته كويسة. عايزين نشوف من تحت، ما شاء الله في طراطيش خفيفة فكويس يعني مش وحش. وطبعا يا جدعان اللي خلاني ان انا اعرضهم لكم في اول الفيديو، ان انا مش بحب بصراحه ايه ان انا اجيب الفيديو يمين وشمال وفي الاخر تروحوا تشوفوا الحمام في اخر الفيديو. اه ساعات بعملها بس بيبقى هو الفيديو طالب كده. تمام، بس هنلف بس البتاع ده كده. طبعا يا جدعان الزغلول ده انا هحاول اعالجه، انت شفت حالته عامله ازاي، هحاول احطه في شياله او حاجه كده لوحده وهحاول اعالجه باذن الله وهنخليه احسن من كده. وكل ده هنتابعه مع بعضينا. طبعا دولك في حالتهم دي مش هعرف اطلعهم الغاء نهائي دلوقتي خالص. هحاول اظبطهم هنا كده، اعزلهم كل مثلا قص كده من البرق دول في قفص كده لوحديهم، هحاول اظبطهم الدنيا. وتعالوا نطلع فوق نشوف الدنيا فيها ايه. تعالوا يا جدعان نلم الستاند بتاعنا بسم الله، سيبناهم كده في الباب لغايه بس ما نظبط لهم الدنيا. تمام، عندنا الستاند بتاعنا. طبعا انا اجازتي بكره يا جدعان، اجازتي بكره من الشغل، فالدنيا بايظه خالص فوق زي ما قلت لكم والله اليومين اللي فاتوا في كذا فيديو ان انا شغال يعني. بصوا حتى الساعه 8 الصبح جاي من الشغل تعبان ومش قادر انام من البرد. فهنضف لهم بكره باذن الله كلهم ونظبط الدنيا. يعني الدنيا بايظه خالص والله، والغايه بتاعتنا نطلع بس بسم الله. الله العظيم يا جدعان الحمد لله الحمد لله. انا ما بحبش اشكي كتير بس بقول لكم عشان انا عارف ان انا مقصر معاكم ومقصر مع الحمام قبل ما اقصر معاكم والله. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طمن بس على حمامنا قبل ما نقفل الفيديو، ودعوا لنا يا جدعان بالبركه نعرف ايه نعالج الحمام. طبعا ان انا مسكت حمام تحت تعبان، سامحوني ان انا مش همسك فرد حمام. انا ممكن نفتح البيبان نشوف الدنيا، مش همسك فرد حمام. تمام، مش همسك فرد حمام خالص. هو النهارده كده فري، مش هنمسك فرد حمام في ايدينا. بص بقى يا جدعان، ان شاء الله ان شاء الله يعني في حاجة عايز اخد رأيكم فيها. بس يا محاج الكاميرا شغالة. في حاجة عايز اخد رأيكم فيها. تمام، عايزيني اعمل لكم فيديوهات عن التقليب، عن الفرق، عن التقليب، عن مواصفات، عن علاجات، قولولي. وانا مش هقولها لكم كده وخلاص، مش هقولها لكم كده وخلاص. مثلا هنتكلم مثلا يعني عندنا الشربندق، عندنا زاجل، عندنا اي حاجة. النوع اللي هتكلم فيه هعمل له دراسة كاملة وهدرسه واحفظه وبصه واجيب لكم تفاصيله واراء مختلفه وكل حاجه لغايه ما نجيب الصح. هدرسها مش اللي هقولها لكم من دماغي، قولوا لي وهعملها لكم يا جدعان. ان انا خبرتي قليله في التقليب وفي مواصفات الحمام وكده يعني على قدي، ودي انا بعترف بيها ومش حاجه عيب ان انا مش هطلع اقول لكم ده انا وانا 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 بعمل وبروح وبجيب. لا انا مش كده. انا الحاجه لو ما اعرفش اقول ما اعرفش، الحاجه لو اعرف بقول لكم حصل معايا كذا كذا كذا. فلو عايزيني كده هعملها لكم، بس هتبقى حلقات مثلا مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع، وهتبقى بطريقة مختلفة وطريقة هتعجبكم جدا جدا، وهتبقى بدراسة وهتعجبكم ان شاء الله. فهستنى رأيكم وان شاء الله هتبقى حاجة كويسة. بصوا يا جدعان اللبلق ده طبعا يعني كان نفسي اللبلق اللي تحت كان يبقى هو النتاية، كان يبقى مع الدكر ده كويس قوي، بس النتاية جت على ظهر. فكويس الحمد لله احنا زي ما سايبين دول لبعض يا جدعان، عشان اللي ما يعرفش انا كل فيديو اقولها لكم لغايه اما نخلص التجربه دي. انا سايب الدكر ده مع النتايه دي عشان اشوفه بيعمر ولا لا. بس هو تهيألي كسرها، اعتقد ان هو كسرها وخدوا بعض،
بس انا سايبه عشان اشوفه بيعمر ولا لا. لو عمر هاخد الحصويتين، يا اما هشوفه بيزق لو بس احس انه بيعمر. لا الحصويتين عمره هقوم فاصلهم عن بعض او اسيبهم بس عشان طبعا الحصويه تكون دابه فيها روح، وباذن الله نشتري له يعني نتايه جديده ومن دبه فيها كده شكله ما خدوش بعض. فباذن الله يا جدعان هنشتري له نتايه جديده، بس اعرف بس انه بيعمر. وجهه نظر يا جدعان لو انا غلط قولوا لي، ان انا سايبه بس عشان ما اروحش اشتري نتايه ب 1000 جنيه ولا باكتر، ان انا عايز اجيب له نتايه مستوى كويس عشان نفرخ حمام كويس، فبس عشان ما اجيبهاش واركنها ويطلع كده واضطر اشتري دكر تاني. لا فانا اشوفه بس بيعمر ولا لا. تمام، انا بس مش عايز امسك حاجه ولا عايز ايدي تيجي في الحمام. ما شاء الله يا جدعان الاثنين اللي جوه دولك، بس بعد عني بعد عني، ده انا هنفخ لكم. الاثنين اللي جوه دولك ما شاء الله يا جدعان. الاثنين اللي جوه ايه القص دولك جابوا الزغلولين يا جدعان، بسم الله ما شاء الله. فعايزين بس نشوف المهم والاهم، دولك لسه ما جابوش اي حاجه. والله انا سايبهم بس عشان بيقلشوا، تمام يعني انا ايه سايبهم اخرهم عشان بيقلشوا. ودولك بردك النتايه كانت بتقلش فلسه ما اشتغلوش، تمام. وكان في هنا دولك جابوا الحصويتين، هم كرجاله ما شاء الله. دولك جابوا الحصويتين والدكر بيقلش اصلا، يعني انا مفروض وغلطه مني بامانه، مفروض ان انا الحمام ده كده كله اللي خلص او مثلا بيض يخلص زغليل يتعزل على طول لغايه اما موسم القلش ده يخلص، عشان ما ينفعش يتساب كده. وما شاء الله في زغليل هنا اهو. فانا عارف ان في تقصير مني كبير قوي قوي، والله العظيم انا عارف ان في تقصير مني كبير. الحمد لله هنا في زغلول، وهنا في زغلول الاحمر الغزار اهو ما شاء الله. وهنا دولك لسه ما حصوش تاني، ودولك لسه ما حصوش تاني. دولك تحتيهم حصويتين، فيهم تحتيهم زغلولين بوازه همك ما شاء الله. فالمهم يا رجاله انا عارف بجد والله ان انا مقصر جامد، يعني مش محتاج ان اقول لكم كده، بس انا بقول لكم كده ان انا معتبركم يعني احنا واحد، بقول لكم اللي انا فيه واللي بيحصل والكلام ده كده كله. فالحمد لله. تعالوا بس كده عايزين نبص على الحمام بره قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا. احنا فاتحين النور ليه؟ اه كنا بنتفرج. والله انا المفروض افتح لهم دلوقتي، بس بصوا يعني مش عارف، ببقى مش قادر انام واول ما اطلع عند الحمام نفسي تتقفل وانزل، معرفش والله العظيم في ايدي عين دي انا واخدها ولا ايه اللي بيحصل. بس بصوا هم قاعدين هنا بيتشمسوا، والفرد ده اللي مش عايز يروح في حته، ده مش عايز يروح في حته. فعلى الله التسهيل. والفيديو اللي فات يا جدعان احنا فتحنا للزغاليل دي اللي ما شافوش، فتحنا للزغاليل دي في الارضيه، يرجع الفيديو اللي فات. وباذن الله يا جدعان اليومين الجايين دول هحاول والله هظبط وقتي، لان انا فعلا موشوش قوي بس غصب عني والله بسبب الشغل. يا ابن الذين شفتوا كان هيطلع ازاي؟ شد حيله الحمد لله. بس وعلى الله التسهيل يا جدعان، وده كده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ثانيه بس نقلب كده التليفون. وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.